صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى تلفزيون ونورسات وتلفزيون تيلي لومير. بنصبح عليكم أنا وأبونا جورج شرايحة. يسعد صباحك أبونا. صباحك نور. كيفك اليوم؟ الله يخليك. تمام. الحمد لله، نشكر ربنا دائما. الحمد لله. رمضان كريم صحيح. رمضان كريم. اليوم أول يوم من أيام رمضان الشهر المبارك، نتمنى فيه لكل الأمة العربية والإسلامية شهر يا ربي مبارك على الجميع، وصيام مقبول وسعي مشكور زي ما بيحكوا، ومغفرة مقبولة. وهذا الشهر يعني احنا بنتمنى انه كان الشهر يكون هالجائحة مبتعدة عنا ونحتفل بهالشهر الفضيل بكل أرياحية، لكن لا زالت حالة الوباء والإصابات والوفيات كمان عم أحيانا تتزايد يوم عن يوم، أرقام مختلفة. لكن نتمنى بهذا الشهر مع صيامنا الأربعيني، مع قيامة إله المجد يسوع المسيح من بين الأموات حسب الطقس الغربي، وأيضا بهذا الشهر المبارك شهر رمضان، إنه بكل هالأدعية وهالصلوات التي ترفع بالمعابد والكنائس، إنه يزيع عنا الغمة، يزيع عن كل ألم، يزيع عنا كل ضيقة يا رب، ونعود إلى حياتنا الطبيعية، نعود إلى انفراجات، ويسود السلام، ويسود المحبة، ويسود الأمن، ويسود حياتنا الطبيعية اللي كنا متعودين عليها والتي نفتقدها، لكن نحن أكيد راجعين. ومنحييكم في هذا الصباح كمان أنا وأبونا جورج شرايحة للحديث عن مواضيع لاهوتية، معنا أبونا فرح عجازين، معنا أبونا أنطونيوس حنا من الكنيسة القبطية، مشكورين لوجودهم معنا في برنامج صباحكم نور. وبداية نحن بنحب دايما نعرج على المواضيع اللي خلال الأسبوع صارت معنا، لكن نبتدأ بالصلاة والبركة من أبونا جورج لنبدأ انهارنا بكل بركة وخير، وربنا يكون معنا دائما لأنه اتكالنا دائما عليه. فتفضل أبونا. أعزائي المشاهدين صباحكم نور مجددا، وأجمل ما نبدأ به هذا البرنامج هي الصلاة ليسوع المسيح. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. اذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك، أعطنا يا يسوع في هذا الصباح المبارك نعمة أن ننظر إلى السماء وعيوننا شاخصة إليك، نطلب مكانا عندك يا أبي. منازل كثيرة قلت لنا فأعدنا إلى تلك المنازل من هذه الحياة، ونحن في صومنا نقدم التوبة معتكفين بالإيمان إليك يا رب المجد، معتكفين إليك طالبين أن نسير على ذلك الطريق الذي هو أنت ذاته يا رب، أنت الطريق والحق والحياة، لنعود إليك فتكون الحياة في ملئها يا رب. إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب، اغفر خطايانا يا سيد، تجاوز عن سيئاتنا وآثامنا، ابعد عنا كل وباء وكل شدة وكل مرض ووجع، خلصنا بصليب المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين. يسعد هالصلاة وهالكلمات الجميلة بهالصلاة على هالصبح، يعني بهيك بترفع المعنويات لما الإنسان ببلش يومه ونهاره بصلاة، دائما هيك بشوف البركة معه. فنحن اليوم أبونا طبعا أخبارنا طبعا على اللي بيتابعنا صفحة النورسات جوردن، نشرتنا هي الأردن في أسبوع اللي فيها صلوات وفيها مناسبات الدينية، رسمات كهنوتية اللي احنا من بارك لهم الرسامة، وآخر رسامة مبروك لعندكم في الكنيسة الكاثوليكية أبونا سليم حداد، فألف مبروك لأبونا سليم، نتمنى له يا ربي خدمة مباركة. وتعين كمان في الجنوب، ما عرفت تعين في منطقة الجنوب واحدة من الرعاية، فالله يكون معاه يا ربي ويرافقه في رسالته.
كمان في إشي جديد إنه بلشنا بنشرة لنورسات إنجليش، زي ما حكينا إنه صار في فضائية لنورسات تتكلم اللغة الإنجليزية لأبنائنا في الخارج اللي بيتكلم اللغة الإنجليزية. ف نحن في عنا برنامج الأردن في أسبوع جوردن إني ويك، بكل يوم سبت عم بيبث على الفضائية نورسات إنجليش، فمنحب تتابعوا. أيضا تنشروا هذا الخبر السار لكل متكلمين اللغة الإنجليزية على أساس إنهم يتابعوا نورسات. زائد إنه في كمان أخبار من بيت لحم، كان مؤسسة الكريش في مدينة بيت لحم، وهي مؤسسة ترعى الأطفال الأيتام في رعاية الطفولة، فرهبات المحبة في منطقة الكريش في بيت لحم. كان تقرير جدا رائع من مندوبتنا اللي زارتنا الأسبوع الماضي مارلين الحدوة، بنوجه لها كل تحية ونقولها يعطيك العافية يا مارلين. وأيضا في الأخت فاتن حبايبة بتعمل لنا تأملات كل فترة وفترة، عم ننشر لها إياها، وجدا تأملاتها رائعة. نشرنا لها حوار مريمي بأسرار الحزن، فعن جد يعني بدعو الكل إنه يحضر هذا الفيديو اللي عاملته الراهبة، ففيها تأمل جدا رائع. وأيضا هناك طبعا عم نحكي عن وزارة الصحة والتقرير المفصل عن الحالات اللي خلال الأسبوع والإجراءات اللي بتتخذها الحكومة عندنا في الأردن بالنسبة لوباء كورونا. فأيضا كمان داخل في برنامجنا الأردن في أسبوع. قداسة البابا دايما ما بغيب عن نشرتنا في تعليمه الأسبوعي، وخاصة الموجه للدول العربية والناطقين في الدول العربية. ومطرانية الروم الأرثوذكس المركز الإعلامي كمان بالتعاون مع النورسات، في عندهم كان بمناسبة مئوية الدولة الأردنية التي تم إعلانها رسميا، وإعلان عطلة رسميا ب11/4 ويوم العلم كمان عطلة رسمية في الأردن بمناسبة مرور 100 عام على الدولة الأردنية. نتمنى يا ربي أنه تستمر هالمسيرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأيضا الأسرة الهاشمية اللي منكن لها كل احترام. والإنجازات في هذا العام طبعا سوف يعني بتقوم المؤسسات في استعراض ل وعرض إنجازات المملكة خلال 100 عام منذ تأسيسها. فنتمنى يا ربي أعوام مباركة والمزيد من التميز والاستمرار، والله يحفظ يا ربي الأردن دائما في همة وفي عزيمة وفي تقدم وتطور دائم ومستمر لخدمة الشعب وخدمة الأمة، وأن يجعل هذا البلد دائما آمنا مطمئنا يا رب. ولأنه إحنا بلد الأردن بلد أرض القداسة، بلد الأنبياء اللي مروا على هذا الأرض، فمباركة هذه الأرض، فربنا دائما معنا. وإحنا بحلقتنا اليوم بنقول كيف منشارك ربنا في الملكوت السماوي. طبعا نحن اوريدي زي ما بيحكوا في أرض مباركة، عايشين الملكوت اللي كانوا عايشين فيه الأنبياء بالسابق، فنحن شهادة وشهود لهم. طبعا تابعونا بكل القداديس اللي بننشرها على صفحتنا على النورسات من الكنائس المختلفة، الكاثوليك، الموارنة، السريان، اللاتين، الأرثوذكس والكاثوليك، فكلها موجودة السبت والأحد، لأنه نحن لازلنا في الحظر الشامل يوم الأحد، إنه عدم إقامة المراسم الدينية والاحتفالات الدينية في الكنائس، وإنما على السوشيال ميديا وعلى التلفزيونات. ومن هنا كمان يعني لا هيك استعرضنا أهم الإنجازات اللي مرت علينا خلال هذا الأسبوع. وهذا الأسبوع اخترنا حلقة عنوانها جديد، لأنه نحن هلا بنحتفل في الزمان الأربعيني وسوف نصل إلى القمة يوم الجمعة العظيمة وسبت النور وأحد القيامة.
فكيف نحن عم نحضر أنفسنا عشان نصل القيامة ونصل إلى مجد ربنا، ونكون مثل اللص الشاطر اليمين إنه يا رب اذكرني في ملكوتك، فكيف سأصل إلى هذا الملكوت؟ فكيف أني أصل في صيامي وفي هذا الزمن الأربعيني، كيف أتألم مع يسوع وأقوم بهذا النصر الكبير وأكسب الملكوت في النهاية؟ فجدا رائع العنوان أبونا. هو في الحقيقة كيف نتهيأ إلى الفردوس؟ نعم، في الحقيقة دكتورة، هو احنا مستكملين حلقات الصوم. نعم. اللي هي كلمات يسوع على الصليب. الحلقة الماضية أخذنا يا رب اغفر لهم. نعم. واليوم النقاش، الحوار إذا جاز التعبير الصح، ما بين هذا اللص الذي سرق آخر ما سرق فسرق الملكوت. نعم. يعني كأنه سرقه سرقة، مثل ما بيحكوا بعض اللاهوتيين بيفسروها. نعم. في الحقيقة هذا الحوار ما بين هذا اللص وما بين يسوع يجعلنا ندخل في بعض اللغط حول مفهوم الفردوس اللي احنا عرفناه بالعهد القديم، اللي انكحشوا منه آدم وحواء، واللي حبيت انكحشوا هاي اللغة هاي كركية هاي كركية الفردوس اللي كان فيه ما تشتهيه كل عين وما يطيب للإنسان من نبات وحيوان وجميع هذه الكائنات الحية اللي كانت تزين منطقة خص الله فيها، المكان اللي خلق فيه الإنسان، وجبل من ترابه في هذا الفردوس. نعم. الجميل اللي بنسميه بلغتنا العامية الجنة. ولكن الفردوس مع يسوع المسيح هو دشن بوابة هذا الفردوس يوم قام من على الصليب وذهب وفك أسر كل الذين ماتوا قبل المسيح. نعم. وكنا نسمي منطقة باللاهوتية بالسماء ما بين الفردوس والأرض والجحيم. نعم. الجحيم اللي فكهم يسوع، اللي كانوا بيستنوا قيامة يسوع من بين الأموات، كل الذين ماتوا قبل يسوع المسيح من الأنبياء والصالحين من آدم وحواء لغاية يوسف الصديق وكل نسل داود وكل نسل هذه الملة أو هذا الشعب، وصولا إلى يسوع المسيح عندما نزل هناك وفك قيود الجحيم، وأصبح مفهوم الفردوس هو مفهوم حالي بنعيشها مع ربنا، وليس مثل الفردوس القديم مكان لوكيشن معين. في ناس بيقول كان بعدن في منطقة اليمن. نعم. في ناس بيحكي في بلاد الشام، في ناس بيحكي لبنان هي اللي كانت المنطقة اللي ربنا جبل منها آدم وحواء. نعم. تبقى دراسات آثار ولاهوت ودراسات كتابية لحد الآن ما في جزم وين المنطقة اللي عاش فيها الإنسان البدائي الأول، لأن بنشوف في حضارات قامت قبل آلاف السنين بل مليارات، اليوم بثبتوا في شرق آسيا أنه في إنسان كان عايش قبل آلاف السنين بكثير من اللي احنا بنحكي عن الفترة اللي بنحكي فيها عن الكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد. لذلك المفهوم أصبح مختلفا مع يسوع المسيح. اليوم تكون معي بالفردوس، وكأن يسوع خص هذا التائب العائد الممجد للرب في آخر كلماته على الأرض، وكأنه مسح له بسك الغفران يسوع كل خطاياه الماضية، ولم يتركه علوية إنجليز يستنى اليوم القيامة الأخير، اليوم اللي بندين فيه يسوع مجيئه الثاني، ما خلاه يستنى، أعطاه وكأنه أعطاه تفسيح على دخول الفردوس. وأنا ما بدي أفوت بالعقائد، لأنه الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية بيختلفوا على مفهوم الويتينج، هاي المنطقة المطهر، وهذا الكلام اللي دار ما بين يسوع واللص هو إنه كيف إحنا بندخل مباشرة ولا هيك، ما بدنا نفوت بتفاصيلها، ولكن إحنا قصدنا بحلقتنا اليوم إنه سلوكياتنا إحنا كمؤمنين وخصوصا في زمن الصوم كيف نستطيع أن نتأهل، لأن يسوع وعدنا عند أبي منازل كثيرة، فإحنا بدنا نكون نسكن مع يسوع لما ننتقل من هاي الحياة بالروح طبعا. لذلك في مجموعة من السلوكيات اللي بتطهرني وبتخليني بهذا الزمن المقدس أعتكف عن الطعام والشراب والعالم وملذاته واللهو والحانات والمطاعم ويعود إلى نفسه. ومن هنا الكنيسة تحرم الزواج، عقد الزواج في هذا الزمن المقدس، لأنه مش بس أنه الأفراح والهيك، مش بس أنه الفرح، يعني أنه ممكن واحد هلأ زمن كورونا ما في احتفالات، يعني بصير أبونا نتجوز هلأ بهذا الزمن بدون احتفالات؟ لا يجوز.
تحرم الكنيسة، يعني لا يستطيع أي كاهن أرثوذكسي أو كاثوليكي إقامة هذه الشعائر وهذا العقد المقدس السر الزواج في هذا الزمن نهائيا. مشان اللي بيخططوا دائما يحددوا، هم مخاطبين هلا يحددوا، بنوجه لهم من نورسات هذه الرساله انهم ينتبهوا لمواعيدهم، لانه ما في كاهن يسمح له ان يعقد زواجا في زمن الصوم الاربعيني المقدس. لماذا؟ لاجل هذا الاعتكاف، لاجل هذه الخلوه الروحيه التي مش نقول تفرضها الكنيسه، ولكنها هي فعلا من فروض الصلاه والصوم هي، ولكن في تفسيحات كثيره للناس، للعمر، للي بياخذوا ادويه. احنا مش زي ما بيحكوا بالسكين بنذبح، زي ما بيحكي يسوع احنا بنحكي نريد رحمه لا ذبيحه. نعم، لذلك ايش هي الاشياء اللي ممكن تاهلنا في هذا الزمن ان احنا نوقف الاشياء، العادات السيئه، النميمه، الحسد، الكلام البطال. وكلما جاء في رساله القديس بولس الى اهل تسالونيكي، وفي رساله ايضا الى كولوسي الفصل الثالث، دكتوره الفصل الثالث في كولوسي، يحدد ايش هي الاشياء اللي نتجنبها والاشياء التي نفعلها، خصوصا وبيحكي القديس بولس وخصوصا واحنا قد لبسنا يسوع المسيح وشلحنا الانسان العتيق، تجددنا، فلا يمنع الانسان من الكذب، من الكلام، من نقل الكلام اللي هو حاب انه يصير هو ما صار، فبصير اشاعات، بصير في بلبله، بصير في فتنه بيؤدي الآخر ما بين الناس. لما بيظل حدا يجي يحكي لي الدكتورة حكت هيك، عملت هيك، وهي ما حكت هيك، بجي أنا بصير أسد، بصير، وبيؤدي إلى إشعال النار. لا سيما ونحن في هذا الزمن المقدس اللي فيه هذه العادة، اليوم بدي يشتغل على حاله، بدي يوقفها، نقل الكلام البطال، الكذب، النميمة، كل هاي السلوكيات. وبالمقابل يتحلى الإنسان بطول الأنات، باللطف، بالابتسام الحلوة بوجه العالم، مش لأنه أنا مش ماكل لحمي إلي قديش يوم، أنا بكون معصب، وأنا بكون، أو اللي بصومه، إحنا بنقول صوم وقطاع، القطاع عن منتجات الحيوان، والصوم هي من 12 بالليل ل 12 الظهر، ولا مي حتى ولا إشي. فيعني إذا مش مفطر، إذا مش ماكل، إذا صاي، فبتصفي الواحد كيف هاللطف، طول الأنات، الصبر، احتمال الناس اللي الله لما وزع المواهب كل واحد نماها بطريقة مختلفة. في ناس دكتورة إمكانياتهم هالقد بتعيد الشغلة كذا مرة مشان يستوعبها، ما بي عنده هالإمكانية ينميها يوصلها، قديش دي أصبر عليها، وقديش بالعكس الصبر واجب علي، لأنه الله ميزني أنا وأعطاني أنا الفهم وأعطاني حكمة وأعطاني علم، فكيف بدي أتصرف فيها بعلاقتي مع الجماعة، بعلاقتي مع الناس. الإنسان كائن علائقي اجتماعي، بحب التعاطي بهالود، بهالصدق، بهالأمانة، ويكون هو نفسه من جوا. دائما الرهبنة اليسوعية ركزت مع القديس أنطونيوس، عفوا إغناطيوس، على هذا البعد التأملي بالنفس، نفس الإنسان. وكان الرهبان بالماضي دكتورة باسمة وأعزائي المشاهدين، كانوا دائما الرهبان لما يصلوا المسبحة يسوع اغفر لي يا رب أنا عبدك الخاطئ، مع دقات قلبهم، مع نفسهم. فأنا لما أكون عندي صبر، يعني نفسي طويل، يعني لما واحد بيحكي إشي بيعصبني وأنا عايد له إياه كذا مرة، مش عم خصوصا أنتوا المدراء في تعاملكم مع موظفينكم، مع الشغل بالإدارة، بده الواحد ياخذ، يعني لما يشوف شغله معصبه كثير عن جد يفتح النفس كثير، برتاح جسمه وهرمونيا بفرز هيك اشياء بتريحه الواحد، يهدي صوته كمان بالضبط، بده ما يطلع هيك عنا مثل النفير، بيهدي الصوت بالضبط بالضبط. وتاليا الرياضات الروحية في زمن الصوم هي اعتكاف والخلوة، يعني نخفف حكي مع اللي حوالينا، مع المجتمع، مع يعني نخفف بمعنى ثاني، نخفف مشاكلنا عشان نقدر احنا نعد نفسنا للملكوت. لماذا يعد الإنسان نفسه إلى الفردوس من الآن؟ لماذا؟ لأنه كي لا يصبح لاجئ في الملكوت، لابد أنه يكون مواطن بالملكوت، في صفات، في خصائص بده يأخذها، وكأنها شروط للجنسية المملكة السماوية. ومن بينها اللي بنحكيهم هذولا اللي هني ثمار الروح القدس، اللي هني مواهب ونعم الروح القدس اللي بيمنحها فينا الإنسان، عشان لما نروح هناك ما بنحس حالنا غريبين. بس الإنسان اللي كان يعصب ويسب ويكفر ويعمل الكذب والسرقة وكل الأشياء، لما يروح هناك ما بيلاقي له
مكان، مش بس انه ربنا ديان تعال فوت على جهنم، لانه هو اصلا ما بيقدرش يقعد في الفردوس. نعم. مش راح يتاقلم مع جو الناس هذولا، راح يزهق في الملكوت، مش راح يتاقلم مع هذولا الناس لانه مش بيئته مش جوه. ليش احنا بنكبح فينا كل الصفات اللي العاطله؟ عشان نتاهل، عشان لما نطلع نطلع بثوب العفة وثوب الطهارة وهذه الصفات الروحية التي تؤهلنا للخوض في هذا الملكوت، كي نكون مواطنين أصلاء في هذا الملكوت الذي يجمعنا بالرب يسوع المسيح. الواحد يعني يتخيل نفسه هيك كيف يكون قاعد مع يسوع وهو لابس ثياب متسخة أقصد فيها الرذيلة والأعمال الباطلة. فنحن اليوم خصوصا مع أبونا فرح وأبونا أنطونيوس هنا باللاهوت وهنا بالروحانيات العظيمة اللي بنأخذها وتعودنا من أبونا أنطونيوس. بحطوا لنا إن الشباب اتصال مع أبونا فرح حجازين لا نتحضر للاتصال. بنحب احنا نشكر كل الاشخاص اللي معنا على البث المباشر وعم بيشاهدونا، هدى ماجد وفادية السلطي وعدلي سلامة وبطرس ابونا بطرس جنحو وامال السلمان وسعاد الميخائيل وفرادة يعقوبة و عندنا كمان سعاد نعوم ووفاء المعشر انشراح خميس وريتا البهو طنوس وصالح دبابنة وعارف أبو جودة وليندا هاشم وفيرونيكا نجاتمي مش عارف الاسم نجاتمي فيرونيكا نجاتمي سيستر ماتيل سمر دليل من رهبنة الوردية منصبح عليك مسير يا ربنا يعطيك الصحة وأمل السويس نفاع ومنقول فيليب حزين وفؤاد وهبة وهاب وماجد البير وسامية بوشة وديع سويدان ونبيل يوسف ونينا الزعمط أبو كريس بوالصة وسميرة حداد وأم عادل النمري وعنا من كمان اللي انضم لنا على البث عنا ميشيل لطفي وفيروز الراشد ولانا القصوص من قلكم صباحكم نور وشكرا لمتابعتكم. وإذا في عندكم أسئلة حابين تسألوها ابعتوا لنا إياها على المسج. ومريم دبابنة شرايحة أسعد صباحك وصباحكم نور كوريتكم هلا هلا وسهلا. في تليفوننا الأرضي 5833773 بتقدروا تتواصلوا معنا على هذا التليفون 0655833773 لأي استفسار بتحبوا تستفسروا عنه نوجهه لأبائنا الكهنة اللي راح يكونوا معنا اليوم في الاستوديو. وعبين ما أبونا فرح يحضروا الشباب اتصال مع الأب فرح حجازين للحديث أكثر عن كيف نتهيأ للفردوس السماوي. منكمل معكم أنا وأبونا جورج شرايحة للحديث عن هذا الموضوع. نعم صحيح. أبونا لما منحكي نحن كيف نتهيأ إلى الملكوت، كيف نتهيأ أنه تكون نهايتنا مع ربنا، إذا إحنا بدنا نكون مع ربنا في نهاية عمرنا، إذا ما كان ربنا معنا على الأرض كيف بدنا نكون معاه بالسماء؟ بالضبط. يعني عرفت كيف؟ هاي القاعدة الذهبية. يعني إنه في كل حياتنا أحياناً كتير يعني منقول نحن مش بحاجة لربنا، أنا بدبر حالي، أنا بحل الأمر هذا، ما في اتكال على الله، ما في لذكر لله، يعني خلص بدبر أموره، بزبط حاله. الاتصال جاهز. ما بدنا نطول على أبونا فرح فمنكمل حديث أبونا على هذا الموضوع. أبونا فرح حجازين صباحك نور. يا صباح الأنوار. كيفك أبونا اليوم؟ الله يسعدهم، أهلا وسهلا فيكم. كيف الطقس عندك برميمين؟ أحلى من هيك ما في. هلا بلشت هلا معالم الطقس تدفى والربيع الجميل، خاصة أنت بمنطقة جدا رائعة بمنطقة رميمين وطبيعتها رائعة، تكون أروع بحضوركم. الله يسعدك أبونا، الله يخليك إن شاء الله يا رب، هيك بنعمل لك زيارة قريبا. شاركونا. قريبا
صباحك نور ابونا. اهلين، صباح الخير يا ابونا. شكرا لتعب محبتك والمواضيع الحلوه اللي دائما بتغنينا فيها يا ابونا. من لطفك هذا ابونا. تسلم يا حبيبي. الله يخليك. ابونا، كيف نتهيأ للملكوت؟ هذا دائما سؤال بنوجهه نحن لانفسنا، انه كيف بدي اكون مع ربي في السماء واكون حاضر معه في السماء؟ فشو اعمل؟ ايش اسوي؟ طبعا هذا السؤال كمان ورد في الإنجيل من القديس نيقوديموس لما قال له كيف أكون وأكسب السماء. فتفضل أبونا نتحدث عن هذا الموضوع. شكرا لكم. الواقع لحد الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء كان تأملنا على كلمة من كلمات يسوع وهو على خشبة الصليب. نعم. اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يعملون. نعم. فكان اقتراحي انه نكمل التامل على بعض كلمات يسوع المسيح وهو على خشبة الصليب. نعم. وكان تامل اليوم هو سؤال نص اليمين ليسوع وطلبه من يسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فكان جواب يسوع: اليوم تكون معي في الفردوس. فرايحين نشوف شو التلاميذ قبل ما يحل الروح القدس عليهم شو كانوا يستنوا شو كانوا يطلبوا، كذلك الشعب اليهودي من يسوع. شوف الفرق كبير شاسع ما بين طلبهم وطلب اللص على خشبة الصليب على اليمين. فراح يكون هذا هو تأملنا حتى نقتدي بهذا اللص وهو يطلب ليس الشفاء ولا أي نعمة مادية، إنما طلب الملكوت. فبنتحدث بنقول أولا يعقوب ويوحنا طلبا من يسوع أن يجلسا عن يمينه وشماله في مملكته. بطرس كان ينتظر مكافأة مادية مقابل اتباعه ليسوع: قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ نعم. بقية التلاميذ تخاصموا فيما بينهم في من هو الأكبر في مملكة المسيح. تلميذا عماوس شعر بخيبة أمل بعد موت المسيح دون أن يحقق مملكة دنيوية يكون لهما فيها من مناصب عالية، فقال ليسوع الذي كان يسير معهما: كنا نحن نرجو أنه هو الذي سيفتدي إسرائيل يقيم لها مملكة. كذلك الشعب اليهودي كان ينتظر ويطالب السيد المسيح أن يعيد الملك لإسرائيل: يا رب أفي هذا الزمن تعيد الملك لإسرائيل؟ يا رب متى ترد الملك لإسرائيل؟ وفي مكان آخر بعد تكسير الخبز هم اليهود باختطافه ليقيموه ملكا، وكانوا باستمرار يطالبون بالعجائب. ماذا تعمل لنا من الآيات لكي نؤمن بك؟ إن كنت ابن الله فانزل على الصليب فنؤمن بك. بالرغم من كل عجائب الشفاء وطرد الشياطين وإقامة الموتى ظلوا غير مؤمنين. أما اللص اليمين الذي لم يسمع الكثير الكثير من تعاليم السيد المسيح ولم يشاهد الكثير الكثير من العجائب، كل ما سمع فقط هذه الكلمة ليسوع التي هزت كل كيانه: غفران يسوع لصالبيه، اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يعملون، لأول وهلة لم يصدق أذنيه حتى أخذ يسأل نفسه: من هو هذا؟ أي إنسان هذا الذي لا يبالي بالألم والموت؟ أي إنسان هذا الذي بالرغم من عذابه وألامه يهتم بالأشرار والخطأ؟ هل يمكن لإنسان أن يصلي من أجل صالبي؟ هل يمكن لإنسان ما أن يطلب الصفحة والغفران لهؤلاء القتلة المجرمين؟ لا، إنه لن يكون مجرد إنسان، كلا، ولا مجرد نبي. وهنا انفتحت عيناه فجأة ورأى في يسوع المصلوب بجواره ربا وملكا، فأخذ يصيح من شدة الانفعال: اذكرني يا رب، اذكرني يا رب. وطلب من يسوع ما لم يطلبه لا التلاميذ ولا اليهود الذين شاهدوا عجائب يسوع واستمعوا لتعاليمه. لم يطلب من يسوع أن يخلصه من العذاب، ولم يطلب ملكا زمنيا، ولم يطلب منصبا ولا مالا في مملكة أرضية، بل طلب أن يشارك يسوع في مملكته الأبدية. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عندها قال يسوع للص: اليوم تكون معي في الفردوس. في الفردوس، هذه نهاية المطاف، من الصليب إلى الفردوس مع يسوع. هو الذي نهايته كانت الجحيم تغيرت إلى الفردوس حيث يلقاه يسوع. بينما الجميع يهملون يسوع ويترك التلاميذ المعلم الأعظم، نرى اللص يتعلق تعلقا شديدا بالمسيح. نراه يعلن ألوهية المسيح حين يهمله الناس أجمع.
كافأه المخلص اليوم، يا لها من سرعة في المكافأة اليوم، يا لها من صحبة ستكون معي، يا لها من مكافأة في الفردوس. ما أعظم هذا الصلاح الذي يظهره السيد المسيح. ماذا رأيت وماذا أبصرت أيها اللص حتى اعترفت بالمسيح المصلوب بالجسد ملك السماء وإله الكل؟ ما رأيت المسيح الإله يتجلى على جبل طابور في مجد أبيه؟ ما رأيته يصنع المعجزات ويشفي المرضى ويقيم الموتى؟ بل رأيته معلقا على خشبة في الوقت الذي يعيش فيه يسوع أضعف اللحظات، في وقت تخلى عنه كل رفقائه، في وقت لن أعلن اليهود انتصارهم على الشخص الذي لا يقهر، في وقت يطلب فيه رب الحياة ماء فيعطى له خلا، في وقت توج فيه الملك الحقيقي بإكليل من الشوك. نعم، أمام كل هذا نسمع اعتراف اللص وهو يصرخ: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. إنه اعتراف بالألوهية والملوكية والقوة وسط كل هذا الضعف. أي إيمان هذا الذي نسمعه؟ إنه حقا إيمان يستحق التطيب. ليتنا نحن أيضا لا نقتدي باليهود ولا بالتلاميذ الذين كانوا يطالبون يسوع بالمزيد من الآيات ليؤمنوا به أو حصة دنيوية أرضية في مملكة أرضية، بل أن نطلب في صلاتنا المزيد من الإيمان المتجرد ليسوع من أجل يسوع، ثم أن نعطي الأولوية في صلاتنا لا للنعم الأرضية من مال ومنصب ونجاح، لأن الكنز الحقيقي والمنصب الحقيقي هو أن نكون مع يسوع في الفردوس. لتكون صلاة لص اليمين هي صلاتنا: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، وليس شوف لنا يسوع وظيفة في وزارة بشر الخصاونة. حلوه عجبتني. حلوه هذه، صحيح. هلا اللي بنحكي عن انه اتكال على الانسان على نفسه، بقول لك انا بدبر حالي، يعني مش بحاجه لربنا، فبحط ربنا على الرف وبذكره. بس بالضيقات لما ما يلاقي حلول انه بتسكر بوجهه. فابونا صباحك نور يا ابونا، وشكرا لإلك على هذا يعني هالسرد الرائع اللي اوجزت فيه هذه الرساله، وكيف ربنا دائما نطلبه ويذكرنا في ملكوته. فعلى الانسان ان يسمع، وهالباب اللي عم يطرق انه نفتح له. ف تسلم يا ابونا. شكرا لكم. الله يسعدك. تسلم. واحنا بخدمة الجميع. شكرا شكرا، يعطيك العافية. وصباحك نور يا رب. الله معكم. هلا اهلا. هلا عبين ما هلا الشباب يحضروا لنا الاتصال مع ابونا انطونيوس حنا. ابونا، زي ما ابونا تفضل وذكر كيف الانسان بيكسب اخرته، بس كيف الذكاء الانسان كيف انه باخر لحظة. لكن في ناس بتقولك يعني عامل العملة وسبعه وذمتها خلال حياته، وبآخر لحظة من حياته مثل لص اليمين راح سرق هالملكوت من ربنا. كيف يعني وعده ربنا انه يكون معه بالملكوت؟ يعني ماذا رأى ربنا بهاللحظات البسيطة من لص اليمين؟ شو شاف تيوعده بالملكوت مع انه انسان خاطئ كل حياته كانت؟ في الحقيقة يسوع بأمثلته بالسابق كان يحكي المثل فيها اللي عمله اللص، ويستبق بسابق علمه. كان يسوع دائما يعطي أمثال على هذا الموضوع. إذا بتتذكر دكتورة المثل اللي يسوع أخده وأعطاه، أنه الزلم اللي جاب عمال عنده يشتغلوا، نعم، واحد الساعة 8 واحد الساعة 10، اللي بالآخر أعطاه نفس هذا الشخص كان بيحكي عن مين؟ نعم، عن هذا اللص. هو اللي إجا بآخر عند غياب الشمس واعطاه صاحب العمل، نفس اللي بالزبط كانوا يشتغلوا من الصباح. هذولك زعلوا وتدمروا وقال ايش لكم دخل. احيانا ربنا بنوقف نقول هاي مشيئته، ما لك دخل يا انسان، ما بيطلع لك تتمادى.
يا انسان، وتصير انت تقول ليش ربنا بيسامح هذا ولا نعم. يعني مرات كثير احنا ما بنعرف حدودنا مع ربنا. يعني صحيح علاقتنا مع يسوع اصبحت علاقه شخصيه لما تجسد وصار يعني شبه الانسان في كل شيء ما عدا الخطيئه، ولكن مرات اهالينا بيرسموا لنا مستقبل واحنا يعني بنكون واحد في سن المراهقه ولا بالشباب بزعل انه اهله بيعملوا معه هيك وبتدمر، بيعمل ثوره عليهم، بيخبط بيكسر اللي حواليه. بيجي اهل بيكونوا حاطين مخطط طويل الامد عشان تطلع دكتور، عشان تطلع مهندس، عشان تشوف عيله، تكون عندك عيله، كل هالمتطلبات، يكون عندك دعوه، يكون عندك رساله بحياتك. احنا بنشوف بحدنا، ولكن يسوع شاف في هذا الانسان اول شغله هو اعترف بالوهيه يسوع المسيح في وقت انكر يسوع المسيح كل من حوله. يسوع على خشبه الصليب بيموت قاعد، يجي واحد يقول له بوقت ضعف يعني، وكل اللي كانوا معه قال لك هذا الانسان ضعيف مش قادر يخلص حاله، هو اللي اقام الموتى وشفى المرضى وجعل العمي يبصرون والخرس يتكلمون، ومش قادر يخلص حاله، لكان كلها كانت هاي خداع وعلق على الصليب، فكانت نهايته نهاية هذه الخداع اللي كان يعملها. لكن اللص في كل هذه زي ما بقول البيئة المحاطة، يعني كان عنده شك، ما كان عنده شك، ما كان عنده، أعلن بصوت عالي وأعلن بصوت نعم أنت يعني متى أتيت في ملكوتك، يعني أنت ملك، أنا مآمن فيك أنك ربي وإلهي ومخلصي. هذا بده إياه يسوع من كل نعم إنسان خاطئ. نعم بنسى يسوع من وضع فهو عنده، رأى يعني ثقة الإنسان هذا، إيمانه الكبير اللي دائما بقول لك ربنا بمعجزاته وبعجيبه أنه إيمانك خلصك، أنه أنت شاف فيه إيمان عظيم، إيمانك خلصك، إيمانك شفاك، إيمانك أحياك، فشاف إيمان بالضبط. قوة يسوع الإلهية زي المغناطيس اللي بيعمل جذب للحديد، لما بيشوف في بذرة إيمان عند واحد، في موهبة عظيمة في 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 لاهوت هذا الإنسان المتجسد اللي حل بينه بيسوع، قوة خارقة تختلف عن كل القوى اللي ممكن نشاهدها في حياتنا ما بين البشر. هاي القوة كانت تقدر تجذب هذا الإيمان وتعرف، فشاهد في هذا الذي اعترف في ألوهية يسوع، الذي اعترف في الملكوت، الذي اعترف أنه في قيامة، الذي اعترف أنه في آخره، الذي طلب هذا 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 الملكوت بعد قليل، بعد لحظات بده ينتقل. فيسوع بشدة ضعفه، بشدة ألمه، هو يتعرق، يتعرق دما، وبهذا الوجع يجي واحد بيعطيه اعطاه يعني حتى آخر لحظات يسوع كان يجذب إلى ملكوته المخلصين التائبين العائدين. نعم. لم أأتي لأصحاء بل أتيت نعم للمرضى مشان أنا أشفيهم. نعم معنا هلأ اتصال من الأب القمص أنطونيو. نعم في انقطع الاتصال، مشكلة بالاتصال انقطع. نعم طيب أوكي مين كمل أبونا. نعم, نعم. إذن في هذه اللحظات الأخيرة كان يسوع يجذب إلى الملكوت، يعني نقدر نقول إحنا يسوع المسيح بشارته بالملكوت حتى قبل أن ينتقل في دقائق. نعم. خلص يعني كانت حياة يسوع المسيح كلها للناس المعترة، للناس المضطرات، لما تذمرت فئة رجال الدين الفريسيين والهرودسيين وكل علماء الشريعة، إنه بالعادة هذول رجال الدين بدهم يشوفوا الناس اللي مستواهم الاجتماعي يليق، مستواهم المادي، عشان التبرعات، عشان الأمور اللي تقدمة الذبائح، عشان في أشياء تفاصيل كثير كانت عندهم بالمجتمع. فيسوع ترك البرستيج هذا كله وعلماء الشريعة والناموس والهدول اللي في هالمجمع بيجتمعوا بيتناقشوا في آخر مستجدات الشريعة، تركهم كلياتهم مشى بالطرقات المقطعة، واحدة زانية الناس بدها تموتها بدها ترجمها، مسكوها رموها بالشارع، راح يسوع خلص نفسها وخدمته لطول حياتها، مشى عند الناس المتعبين، مشى عند الناس اللي كلهم هذولا وداهم إلى الملكوت. هذا الفردوس الذي في الحقيقة نحن نبنيه طوبة على طوبة بحياتنا اليومية إلى أن يجهز، وبنحكي إحنا بس ينتقل أحد من أحبائنا من هذه الحياة، الحياة الأبدية الميت الصالحة، متمما واجباته الدنيوية والدينية، بيكون خلص الأشياء اللي كثيرة، وهي ما إلها دخل بعمر الإنسان. العمر حسبة فيزيائية، الإنسان حاول في حياته على الأرض
ابتداء من الساعة الرملية تيعرف، شاف الشمس بتطلع بتغيب، شاف اكتشف بعدين انه الارض بتدور ولا ما بتدور، هاي كلها المعلومات الفيزيائية المحيطة على ارض الواقع خلت يقول هذا عاش 70 هذا عاش 60. حتى بالعهد القديم كانوا يحسبوا اليوم بخلص مع غياب الشمس، يعني لما بتقول 40 يوما 40 ليلة بحسبته، او فلان عاش 100 سنة وعاش 200. على ما يبدو انه الحسبة الزمن كانت عندهم لها مدلولات ورموز روحية تختلف عن ما نقيسه نحن اليوم. إذا في خطة من الله تعالى لكل إنسان في حياته بده يخلصها وينتقل إلى الحياة الأبدية. في حدا بخلصها بالشمس لفت 50 لفة، 70 سنة، 60 سنة، هاي حساباتنا إحنا البشر، ولكن عند الله في الحياة الأبدية لا في زمان ولا في مكان. كل هاي المعطيات الفيزيائية تذوب وتضمحل أمام حضرة الرب الإله عند عرشه، بنكون عايشين في حالة النعمة. زي لما إحنا بحياتنا في أشياء بطل ننتبه للي حوالينا، لما صبية بتحب شابتها ترتبط فيه بحياته، ولما بتكون بخطبتها مش شايف الناس شو بعمل، وشو هي شايفة فستان هالخطبة، هي شايفة حبيبها اللي في جنبها وصار في خاتم بربطهم في بعض. نفس الاشي الواحد اللي غايب متغرب بعيد لما بدي يجي ويشوف ابو امه على الباب يستقبلهم، هو له سنين في مشاعر في حياتنا جياشة تنبض فينا طاقة. هاي أمثلة بسيطة ربنا بيعطينا إياها هيك رعش في داخل القلب الإنسان، هيك شعور عميق عشان يتذوق كيف حضرة الله. إذا حضرة أمي لما بلقاها بعد غياب بتعمل فيها القشعريرة زي ما بيحكوا في جسمي، في كياني، في حياتي. لما بغمر طفل صغير، ابني، ابن ابني، ابن أخوي، ابن رعيتي، كل هذه المشاعر الجياشة قديش الإنسان بفرح فيها. ما بالكم لقاء الرب يسوع المسيح، قديش هذا اللي خلق الكون، كلمة الأزلي اللي خلق الكون، كيف لما في لحظة ما بدأ تنفصل جسدي عن روحي ويجي يحط كل كيانه يحضني ويقول تعال يا ابني تعال ادخل الفردوس، هذا الفردوس الذي أعد لك ولأعوانك ولمثالك من الملائكة والقديسين، تعال تنعم في فرح سيدك. كم جميل دكتورة هذا الشعور. الإنسان بيختبره بالرياضات الروحية، بالاعتكاف والخلوة الروحية. كلما الإنسان استطاع أن يتقبل الملكوت كلما كان عليه يجب أن يتخلى عن أمور الدنيا، يعني بعقلي وجداني بعاطفتي ما بقدر أحمل كل هالمجموعة. لازم الإنسان يتعلم كيف التفريغ وكيف الاستيعاب، تعيش لحظات السعادة اللي تنبع من الداخل. زي الإنسان اللي اليوم ما بيلاقيها مع ربنا بروح بده يستجم مثلا، بروح لك على شرم الشيخ، بروح على أي محل يبحث عن هذه بطريقته. هذا الشخص يعني هو بشوف ربنا بطريقة، ما بنقول عنه كافر ولا بنقول عنه ما مش مؤمن ولا بنقول عنه ملحد، كل إنسان فينا في الحياة بيقدر يشوف ربنا بي 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 بصورة معينة. وهذا الحديث اللي حكينا فيه مطولا في حلقة من الحلقات مع الراهب اليسوعي، انه كيف هم بيشوفوا يسوع. اليوم الملكوت في اسس واضحه، سواء ابتداء من الوصايا، الاسرار الكنيسه، قانون الايمان، انا كمسيحي اليوم في ايش بأمن، وكل هذا يترجم على ارض الواقع في تعاملي مع الناس. لا بقتل، لا بسرق، لا بزني، لا بعمل مجموعه من الاشياء اللي بتعمل لي هي بتحافظ علي تقدر انا اتاهل اني التقي مع الله. مش انه ربنا ماسك لي عصايه وقاعد بيقول لي هون اذا هون بنخصم عليك علامات وهون علاقتنا مع ربنا جسدها وفسرها ووضحها كثير القديس بولس، كل شيء يحق لي، انا ما عندي حرام وحلال. القديس بولس بيحكي هيك؟ نعم، القديس بولس بيحكي بيقول لك ما في حرام وحلال، المقياس هو يحق لي ولا يحق لي، هو المقياس ما ينفع، يحق لي كل شيء بينفع، كل شيء بضر، كل شيء فيه شر، هو لا يليق في ابن الملكوت. ببطل انا خوفا من الجحيم ولا طمعا في النعيم، بل محبة بك يا الله. لما بنتأمل بأسرار المسبح الوردية بنحكي بنقول يا ربنا احنا لا طمعا في 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 الفردوس، ان بدنا الميزات اللي رح ناخذها فيما بعد، ولا ان احنا خايفين من العذاب، ولكن حبا لك. زي لما واحد بيقول لك انت بتخاف من ابوك، في احترام، في هيبة، في وقار لشخص انا بضل ماشي معه حتى بتقدمه بالسن، حتى لما يكون بطل يقدر يعطيني بصير مني انا بدي اعطي. معقول انا استطيع ان اعطي ربنا؟ انا بعطي ربنا الموجود في الفقير، انا بعطي ربنا الموجود في كل عمل صالح بقوم فيه بحياتي. كلما علمنا اطفالنا ومن هم صغار لما يشوفوا جارتهم الكبيره بالسن ويحامل كيسين
يركض لعندها ويحمل لها الطفل اللي صف رابع ولا خامس يحمل عن جارته، او تبعثه يروح يجيب لها علبه لبن من السوق. قديش بنقدر احنا نحسس اولادنا انه احنا نكون مع الله في الانسان في الاخر، لانه احنا كيف بدنا نحب الله الذي لا نراه واحنا لا نستطيع ان نحب بعضنا البعض ونقدم بهاي الروح العطاء الخيريه المجانيه اللي انا ما بستنى مقابلها. قديش بيستطيع الانسان فينا انه يعمل هاي الاعمال بدون الثناء اللي كنا بنبحث عنه في شخصيه الانسان. اليوم يجسد الحوار ما بين اللص واللص التائب إذا جاز التعبير وبين يسوع، هو لقاء كل واحد فينا بعد ما يروح ويجي وخطايا عرضية ومسبات وعصبية بالسواقة وتعصيب على الأولاد وعلى كل الضجيج اللي بنعيشه بحياة الإنسان اللي ما في. إحنا الإنسان هذا هو في كيانه ليس ملاك، ولا وهو في نفس الوقت ليس شيطانا، يتشيطن أحيانا فيبتعد عن الله ويذهب بوجه ملائكي تائب إلى الله فيقول له تعال يا حبيبي إلى الملكوت الذي أعد لك، تعال عند أبي هذه المنازل، هذه البحبوحة والحياة الأبدية في وجودها القديسين، وجود الأنبياء والصالحين والأبرار وكل من انتقل من هذه الحياة إلى الحياة الأبدية. قديش أنا بستطيع هذه الأجواء أتنقى منها، ولكن في نفس الوقت احنا بنقول عنه هذا لص، واحنا في عندنا سرقات كثيره في حياتنا، سرقات ادبيه احيانا، سرقات اخلاقيه احيانا. مش السرقات انه هذا اللص، مفهوم اللص على فكره واسع جدا، يعني اليوم صاروا يسموه الفساد، اليوم صاروا يحكوا عنه مصطلحات مستحدثه بتلائم الواقع المعاش. هذا اللص فاسد، ولو لبس بذله ولو تنمق واعلى المناصب وشفتي بعد 20 30 سنه شو عمل بالمال العام اللي اؤتمن عليه، ولا فاللصوصيه اليوم صارت لها اوسع الابواب. بالضبط، لذلك يجب على الواحد فينا قبل ما ينام بالليل كل احد بالقداس لما انه يعترف بخطايا أمام الله. ويسوع بيحكي من وضع يده على المحراث فلا ينظر إلى الخلف. كل واحد فيه في ماضي، من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. ما في منا حدا بدون خطايا، ولكن نياله الإنسان اللي بتجدد، وهي يسوع سامحه عن كل خطايا حياته بلحظة، ما بالك ما يسامحنا إحنا. ومين بعرف إنه هو اليوم آخر يوم إلي بحياتي ولا أنا بكرة عايش؟ مين منا يستطيع أن يجزم إنه الإنسان اللي بالآي سي يو بحالة الموت إنه خلاص راح ينتقل، قادر ربنا يشفيه ويرجعه لبيته وتنتهي كل آلامه. فلقاءنا قريب إخوتي الأحباء مع يسوع المسيح، لا نستطيع أن نعرف متى يأتي إلينا ربنا يسوع المسيح، لا نستطيع أن نعرف إخوتي الأحباء. لذلك يجب علينا أن نكون دائما مستعدين، يجب علينا أن نكون جاهزين. نعم دكتورة، علينا أن نكون دائما مستعدين. أنا بس بدي أبونا أعرج على بعض الأسئلة اللي إجتنا على الصفحة على المباشر. أن كل شيء في الحياة صالح، سوء استعمال الإنسان هو الإيجابي أو السلبي، هي في الحقيقة أعطانا نعمة العقل والتفكير الصحيح، فعلينا أن نحكم نحن الصالح والطالح في أعمالنا، لكن كلما فعله الرب كان صالحا. وأيضا هناك الملكوت السماوي، هي حالة أم هو مكان أرضي مثل أكيد مكان حالة مادي؟ حكينا حالة، حكينا حالة مش مكان. فاذكرني يا رب في ملكوتك، وردت على لسان اللص، فطوبى لمن يدخل الملكوت السماوي من دون ما يكون لص. يعني عايش حياة التوبة كل أو بيعرف الله، يعرف الله كل حياته. يعني صعب شوي. هوني أبونا ربنا جاء، يعني اللص مزبوط ما كانش يعرف الله بالمعنى أنه اللي فرجايا يسوع على حياته بحياته على الأرض، لكن ربنا بعت لنا دائما آيات وشواهد وأمثلة كي نعرفه أكثر وأكثر لله. ففي آية لداود النبي بقول دائما جعلت الرب أمامي في كل حين، فلأنه موجود على يميني فلا أتزعزع. وجود الله بحياتنا من بداية نشأتنا، طبعا أنا بعول على هذه المسؤولية على العائلة، دائما العائلة لازم تزرع وجود ربنا في حياتها بالعائلة، بنطاق العائلة، بنطاق الأسرة، بنطاق الحياة، عشان هذا الطفل
اللي بينمو بعائلة بتعرف الله، هذا الطفل ربنا بيرافقه بحياته، بيخلي الله موجود في حياته في كل حين، فلأنه موجود على يمينه. هاي هي الشغلة أو الشيء اللي العائلة بتعطيه لهذا الطفل عشان يتقوى على مصاعب الحياة لما بيواجهها، لأنه هو مش موعود بحياة رغيدة دائما متوفر فيها كل شيء إلا في ضيقات، وربنا حكى أنه في الضيقات الكثيرة أنت ما بتدخل ملكوت السماوات إلا في الضيقات الكثيرة. فيعني حياتنا موجودة فيها ضيقات، باب الضيق، نعم. فهذه الضيقات كيف أنا بدي أعطي لابني هالزادة أو هالذخيرة عشان تقويه على الضيقات. أحيانا كثير يعني بيمشي هالطفل أو هالشاب بحياته ما بيكون معاه موجود حدا يسانده غير ربنا، مزبوط. فإذا أنا ما أعطيته يعتمد على الله ببداية كل نشأته بالحياة ليكبر، هاي هي الذخيرة وهذا الإرث اللي أهم من المصاري، أهم من الأراضي، أهم من المال اللي بيورثه الإنسان لأولاده، يعطيهم إرث كبير سماوي في النهاية يكسب روحه، حياته الروحية، يكسب الملكوت. فأنا بحكي إنه هذا الموضوع كتير مهم، العائلة، المدرسة، كيف المدرسة بتعلم الأطفال بحصص الدين، بحصص بالتعليم المسيحي، بالتعني كيف دائما انه يكونوا اتكالهم على ربنا بكل عمل بيقوموا فيه، دائما يعرفوا انه يا ربنا موجود على يمينه، لانه موجود على يميني دائما، لاني اطلب الله في كل حين، موجود على يمين، فلا اتزعزع مهما مريت في حاله من الخوف. وفي كمان الانسان الخايف دائما بقول لك انا خايف، انا مش متاكد، انا مش مطمن، انا كذا، لانه ما بيعرف الله. لو بيعرف الله يعني جهله في او عدم معرفته بربنا بقول لك هلك شعبي لانه لم يعرفه. نعم صحيح. فعشان هيك يعني وربنا كتير وعدنا بامثله، يعني بقول لك انه كل شعره براسك انا بعرفها بحصيها. اذا الام نسيت وليدها طفلها أنا ما بنساكم، يعني في كتير كلام طمننا فيه ربنا، يقول إنه أنا معكم لما بتطلبوني تجدوني. فكيف بنخاف إذا الله، إذا إحنا مع الله كيف الله يعني بيكون معانا؟ فلا نخاف أبدا. فعشان هيك لما حكينا موضوع إنه أنا إذا خليت الله بحياتي على الأرض أكيد الله ما بينساني بالسماء، بس كيف أنا بدي أطلب الله بالسماء أو الملكوت إذا ما كانش موجود معي على الأرض؟ نعم صحيح. فلا أستحق هذا المكان. صحيح دكتورتنا، الموضوع يعني يكمن في جهل الناس اليوم للقاء مع الله. يعني في ناس بفكر إذا بفوت على الكنيسة، بفوت على الجامع، بفوت على مكان العبادة باستمرار بيصلي، بفكر إنه هون بخلص. هي الحقيقة أنا بفوت من على الناحية الروحية الأعمق، بفوت على ناحية فيها 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 نوع من العلاقة الحقيقية مع يسوع المسيح. يعني في ناس كثير منا بفكر حاله إنه هو هيك بيصلي، ولكن الصلاة إذا ما شاف يسوع المسيح هو بيصلي بيكون بعده ما توصل علاقة حقيقية. في الحقيقة الإنسان المؤمن اللي هو بحالة صلاة بيكون بيصلي يا إنه بدون الحواس، يعني بيغمض على عيونه وبركع ويشعر في ناس كثير إذا كان بالطبيعة بحس بالطبيعة بتتغير لما بفوت في لحظة معينة من العمق بالصلاة. أنا بسميه تأمل تجاوزي. يعني إيش تجاوزي؟ إني أبطل أحس في أعضاء جسمي والحوالي، يعني أبطل أسمع صوت الناس، صوت الشجر، صوت، أصير أفوت فيها في هذا العمق. ما بدنا نحكي يوغا اليوم لأنه الكنيسة ما بت يعني ما بتسمح فيها، ولكن زي ما حكينا بتأملات التنفس وهيك أحيانا كثيرة حتى الواحد بجسده ببعض التمارين لما بفوت في البعد الروحي بيصير في حركات لما تنعمل في جسم الإنسان
بيصير حتى يحس انه في بجسمه الانسان يحس انه في اشياء بتتغير قاعده. وهذا الشيء ما بخوف يعني، مش عم نحكي هيك بنخوف الناس، ولكن في الحقيقه لازم يكون في نوع من الرهبه في اجواء صلاتي الخشوعيه، واحس بتعزيات ربنا واساله بكل حقيقه، اتكلم في باطني مع الرب في كلام صريح، اساله عن طرق في حياتي، في خيارات بدي اختارها، يا رب ارشدني، يا رب قويني، عرفني طريق الملكوت، مشيني الى هذا الطريق الفردوس، خليني اشعر بهذا العمق في حياتي. احيانا بحس الواحد انه الرياح حوالي صارت دافيه، رياح في حياته، المحيط، الجو اللي هو فيه، في عناصر مهمه يجب توفرها في التامل والصلاه دكتوره، من بينها هاي الاشياء، الهدوء، النص الانجيلي الحاضر. ابونا بس انت اللي عم تحكي بتتفضل فيه، هدول الشباب الايامات هاي مش فاضيين لانهم يقعدوا يعتكفوا ويقعدوا بغرفهم ويتنفسوا وكذا وهيك، بقول لك ما عنديش وقت انا، الحياه عم تركض ومتسارعه، واذا انا ما ركض مش حقدر الاقي لقمه خبز اعيش فيها اطفالي، مصاري أدرس فيها أولادي في المدارس، وانت عارف الحياة قديش صعبة والمتطلبات كثيرة والآخري، فبيعتبر انه انا لما بدي ادخل في حالة الصلاة لازم هذا بياخد مني وقت كتير، وهذا الوقت مخصص لاني اجيب فلوس لبيتي، فبيحكي بقول انه ما عندي وقت، ما عندي وقت أروح على الصلاة، وما عندي وقت أعتكف بغرفتي، وما عندي وقت أتأمل في الإنجيل المقدس، وما عندي وقت، بتركها لأكبر بالعمر. هالكبار بالعمر متقاعدين بقعدوا بخلواتهم، بتأملاتهم، بكلامهم، بصلاتهم، بروحوا على القداس، تلاحظ أنه كنائسنا دائما مليانة مليانة الكبار بالعمر. نعم. وبيجيبوا أطفال أحفادهم على أساس أنه يعلمهم على الصلاة، بس ولا أبوهم وأمهم وين؟ هن دائما نفتقد، هي حجج دكتورة، نفتقد الأب والأم دائما بالكنيسة، نفتقد الشباب في الكنيسة. ما تقول لي أبونا هلا مزبوط فيه بتكون شباب وكشافة وإلى آخره موجودين بنشاطات الكنسية، لكن وجودهم لهدف معين، انه لو ما كان هذا الهدف مش موجودين. فنحن بدنا نشجع انه دائما وجود ربنا، حتى لو ما رحت على الصلاة بحياتك بشغلك، نحن اخذنا الوقت واحنا نتكلم، لكن بنكمل مع صفحتنا على نورسات جوردن على الفيسبوك للحلقة، لكن الان بدنا نفصل مع بيروت. بنستودعكم الله ومنقولكم صباحكم نور من الاردن، نهاركم مبارك يا رب، ونلقاكم الاسبوع القادم. شكرا لمتابعتكم، شكرا من ابونا جورج شرايحة وابونا فرح حجازين اللي كانوا معنا اليوم على البث، وكل اللي كانوا معنا على البث من الكنترول روم من لبنان ومن عمان، نشكركم والى اللقاء في الاسبوع القادم. عدنا إليكم أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا الآن على نورسات جوردن على صفحة الفيسبوك، منحييكم مرة جديدة ومنشكر إنه متابعتكم لإلنا على الصفحة، بعد طبعا الساعة اللي مخصصة لإلنا على تلفزيون نورسات. فبنتمنى إنه قدرنا نغطي الحديث عن كيف نتهيأ لدخول الملكوت، وخاصة إحنا على أبواب هلا الفصح المجيد. ف تحدثنا أيضا مع أبونا فرح حجازين اللي حكى لنا عن كيف لص اليمين سرق من الملكوت بعد هالحياة الحافلة بالخطايا، لكن في كده دائما موجود الأمل، ودائما بعطينا ربنا الأمل إنه في أي لحظة رجوعنا عن الخطيئة هو يستقبلنا، مثل الابن الشاطر اللي رجوعه عن الخطيئة وعن حياته اللي كان عايشها رجع إلى حضن الآب في النهاية. حياتنا المسيحية حياة فرح، ربنا وكلام الله وكلام الإنجيل والرسل وبرسائلهم، مثل رسالة بولس إلى أهل فيليبي 4:4، افرحوا مع الرب دائما في كل حين، وأقول لكم افرحوا، لأنه حياتنا مع الرب وحياتنا مع السيد المسيح واتباعنا لكلامه، محبتنا لبعضنا، هو حياة فرح. يعني الإنسان المؤمن دائما فرح، عمره كان ما كان منغص. يعني الإنسان المؤمن اللي داخله الله
وبيعيش بسلام القلب، سلام الداخلي، دائما بتلاقي فرح. في شواهد كثيرة في الكتاب المقدس بعد ما يسوع حياته الأرضية وانتقل إلى السماء وارتفع عنا، منشوف الشهداء كتير من القديسين ماتوا وبذلوا حياتهم في سبيل إنه ما يحيدوا عن إيمانهم بالله ويسوع المسيح. فهذه الشواهد مثل القديس دانيال اللي أكلوا أسود، واللي حطوه بالنار حرقوهم، واللي بمي المغلية. كان ربنا يعطي شواهد مثلا ينجيهم من بالضبط. هذه الـ الـ لأنه ربنا بدل ما يأكلوا الأسود بعت ملائكة لدانيال مثلا، بعت ملائكة يسكر أفواه الأسود، الفتية اللي كانوا الثلاثة اللي بالنار. حطوهم بالنار طلعوا ما شعرة من راسهم، يعني بس الحبال اللي انحرقت شعرة من راسهم ما انمست، لأنه مين كان معاهم في قلب النار؟ ومين كان معاهم في قلب حلبة الأسود؟ مين كان معاهم في قلب برميل الزيت؟ كان معهم الله، فعشان هيك منع الله عنهم الإساءة. تعرضوا لضيقات، ضيقات كثيرة. نعم، في الضيقات أنا بدخل كمان في ملكوت السماوات. دائما كل ضيقة بواجهها في هذه الحياة، والحياة صعبة يعني، لأنه نحن عم نصعبها، متطلباتنا كثيرة، أولادنا بتطلب كثير، نحن دائما في حالة من الطلبات المتغيرة، التقدم التكنولوجي والتقدم الحياتي، وبدنا سيارة وبدنا تلفزيون وبدنا بيت وبدنا تدفئة وبدنا تبريد وبدنا مظبوط. أولادنا مدارس وأحسن مدارس، وبشتغل ليل نهار علشان أحطهم في مدارس أقساطهم بالألوف. دائما متطلباتنا وطموحاتنا دائما كبيرة. نعم، مش غلط يعني، هذا الإنسان يعيش طموحهم بهذه البحبوحة وقادر إنه يشتغل ويعمل بهذه البحبوحة، بس ما ينسى الله، ما ينسى ربنا، ما ينسى، لأنه دائما بقول لك اطلب الرب في كل حين، نعم اطلب الله في كل حين، وخلي ربنا معاك في كل حين، خلي ربنا معاك في كل عمل بتقوم فيه، خلي ربنا معاك وانت عم تطلب سيارة آخر موديل عم تشتريها، خلي ربنا معاك وانت عم تشتري موبايل آخر موديل، وانت عم تبني بيت على آخر طراز، وانت عم تحط أولادك في مدارس من أكبر المدارس في المنطقة أو البلد، وعم تدفع بالألوفات، بس ما تنسى ربنا، لأنه هذه كليات النعم، نعم ربنا اللي عطاك إياها، مظبوط إنه بعمل يديك، لكن ما تفكر حالك إنك لوحدك قادر تستمر بهذا الشيء. ممكن ربنا بأي لحظة يقطعه عنك، لكن هو مستمر في عطائه ما دمت أنت معه وهو معك. فعشان هيك نحن ما بنحب او ما بنحاول نضيق الحياة على الناس ونقولهم انه لازم بس صوم وصلاة وتصلي تعبد. وتعبد وتنسى حياتك الأخرى. لا، بدك تعيش حياتك، وهذا ربنا كان ربنا يأكل ويشرب ويطلع ويتصيد سمك مع التلاميذ، وكان يطلع يسافر يروح من بلد لبلد، وكان يوعظ ويعلم، وكان يفرح مع الفرحين، كان يحزن مع الحزانة، كان يحن على الفقراء وعن المرضى وعن المساكين. يعني عاش حياته طبيعية، عاش حياته. طبعا لما بنقول انه كان ياكل ويشرب، نعم، لانه كان عايش معنا بجسده كإنسان طبيعي، يعني بياكل وبيشرب، فهو بحاجة انه يأمن اكل ومشرب. ويوسف النجار كان يشتغل عشان يأمن حياة ليسوع ومريم العذراء، ولا صحيح. كان ربنا كان يبعث لهم بلكن طبعا مصاري ملاك يشتي ملاك يشتي عليهم مصاري كان، لكن لا، انه ربنا يسوع المسيح عاش حياته كأي عيلة. الأب بيشتغل من عرق جبينه وعم بيطعمي أسرته، يعني كان قادر
لكن كانت حياتهم طبيعية. فإحنا بنطلب إنه دائما حياتنا الطبيعية بس بوجود ربنا، ما تفكروا إنه ربنا بعيد، حياتي ما بدها تكون طبيعية. أما الطبيعي في حياتنا وإحنا كبشر كمؤمنين مسيحيين، الشيء الطبيعي بحياتنا إنه يكون الله بحياتنا، طبعا طبعا ولا لا أبونا؟ طبعا. بس في قاعدة كنا بنحكي فيها وبعدين فصلنا البث رجعنا على الفيسبوك، ما اتفضل. كملت الفكرة اللي بدي أحكيه. دكتورة، الإنسان بحط حجج واهي للأشياء اللي ما بده يعملها. نعم مثال بسيط، أنا طالع على شغلي الصبح، بشغل سيارته بتمشي معه، بيلاقي بالطريق في تحويلي، في طريق مسدود، بلف وبرجع بيته بقول اليوم ما بدي أشتغل لأنه الطريق مسدودة، وبحكي معاهم بالشغل بيقول لهم هيك، هل هذا كلام مقنع؟ ليس مقنع. في عقوب عقاب عقاب عق عقوبات لا عقوبات من الشغل، العوائق لا، في عوائق بالطريق نعم، مش مش بتخلينا حجة. بالضبط في حياتنا. الإنسان اللي بيستيقظ بس بده يضحي بنص ساعة من نومته، يعني بده يطلع على شغله على الساعة 7، يعني لو صحي 6:30 وقف قدام أيقوني زي هيك، بس 10 دقائق 5 دقائق، أقول لك ما معه وقت، طلع مستعجل بسيارته، لو 5 دقائق بس هيك، غمض عيون الواحد وقال له يا رب بقدم لك هالنهار، يا رب خليني أحفظ وصاياك، يا رب أعطيني نعم بهالحياة أحفظ. كلام بسيط وقصير من القلب إلى القلب، ما بيحتاج الإنسان يضحي من شغله ومن وقته. اليوم الإنسان وخصوصا اللي بيشتغل في القطاع الخاص اللي الشغل إله، مثلا بده يضل من الصبح لا تغيب الشمس، هو يدوب يجي يأكل وينام، باليدوب هاي وقت صلاتنا، اليدوب يجي ينام، يعني قبل ما ينام الواحد بس ب5 دقائق ب10 دقائق. الصلاة مع ربنا مش بوقتها، مش بزمنها، مش بي 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 هي في خصوصية الجوانية من جوا، يعني أن يكون قلبي بوصلته متوجهة نحو الله، بسلوكياتي، بتجارتي، بشغلي، مخافة الله وخجلي أمام الله لما بعمل الأشياء الغلط، مش خوف من العقاب القانوني ولا خوف من عقاب الناس، إنما حتى ولا خوف من ربنا، إن بمعنى إنه إني أنا بعمل هيك عشان رهب وخوف من العقاب، لا، بس عشان أنا بتصير علاقتي في طيبة. يعني اليوم خصوصا مع الجائحة الكنائس فاضية أصلا، والعودة راح تكون تدريجية. يعني الكنيسة ما بتحط يعني عقوبات، الكنيسة بتعطينا حلول، حلول يسر وليس عسر، بتسهل. يعني أحيانا كنت أتفاجأ كيف نقراهم بتعاليم الكنيسة، معقول هيك؟ أقلها مرة بالسنة، مرتين بالسنة بالأعياد، يعني اللي شغله حقيقة من الصبح لليل وما بيقدر وهيك، أقلها يعني في العيد بده يعطل، بس يعطل وما يصلي كمان، يعني هاي بتكون في مشكلة في علاقته مع ربنا. يعني في ناس كثير بيقول أنا بسكر علي يسوع، هيك حكى، أغلق باب حجرتك وصلي إلى أبوك السماوي اللي هو بيشوفك بالخفاء. صحيح، افعل هذه ولا تهمل تلك. في أشياء علاقة شخصية مع ربنا، وفي العلاقة مع الجماعة. يسوع ما اعتكف كل حياته، الـ3 سنين الأخيرة اللي بشر فيها كان في منهم 40 يوم بس هن اللي اعتكف فيهم، اللي هم وقت الصوم وقت الصلاة اللي كانت بده ينطلق بالرسالة الجديدة في حياة. احنا اليوم بندعو إخواننا المؤمنين إنه يعمل العلاقة الشخصية هاي، يدخل حجرته ويغلق، ولكن أيضا ما ينفصل عن جسد المسيح اللي هو الكنيسة. يسوع بيحكي هذا جسدي، هذا جسدي الكنيسة. فأنا اليوم إنسان مؤمن وما أتقبل هذا الجسد، وإني أرفض أشارك الفقير وأشارك الغني وأشارك يعني العيش مع الجماعة أبونا. يعني بالضبط. نحن بنعيش مع، إحنا مجتمع مسيحي مش منفردين، نحن مجتمع مسيحي، لازم، لأنه كمان حكى لنا يسوع كل ما اجتمع 2 و3 في اسمي أكون بينهم. ليش حكى هذا الشيء؟ عشان ما يكون الإنسان لوحده عايش، عم بيآمن بينه وبين ربنا مظبوط في هالحياة الأفقية وفي زي ما مع العالم. بينك وبين ربنا هذه علاقة، زائد عنا علاقة تانية، كلما اجتمع 2 و3 باسمي أكون بينهم. فأعطانا المساحة هذه مع المجتمع نعيش، ما نعيش فرادة. أنا كيف بدي أشوف الفقير، وكيف بدي أشوف المحتاج، وكيف بدي أشوف المريض أزوره، وكيف بدي أعرف عن فلان انه بحاجه لمساعده، وما اذا ما كنت قريب من هذا المجتمع.
ما بقدر أعرف عنه، ما بقدر أمد يد المساعدة. حتى نحن كمان بحاجة لمساعدة أحيانا، نطلب دائما أنه من أشخاص يقولوا صلوا لنا. نعم صحيح. مش معناته أنه أنا مش عارفة أصلي لحالي، لكن أصلي بالحالي، لكن لما بتكتر عدد الصلوات يعني هذه بتعطي. وليش كانوا بالزمانات القديسين في أكبر مشاكلهم وتحدياتهم كانت في البلد، يجمعوا الناس كلها للصلاة، مثل المسبح الوردية أو للصلاة لربنا، مثل أهل نينوى كانوا يصلوا عشان ينقذهم ربنا من الغضب. كتير في كانت حروب تأتي على بلد وبالصلاة تزيح عنهم هذه الغمة. بالصلاة قوة، بصلاتنا نعم. نحن كمؤمنين هو سلاحنا، عشان هيك نحن أبونا بدنا نعم. كمان نكرس هذا الموضوع ونستغله نعم. أيضا شوف احنا مصلحجية واستغلالية يعني، بس ما تأخذونا، نحن عندنا كمان على عيد الفصح مظبوط عم نطلب الملكوت، لكن نطلب الملكوت وأيضا ننظر للفقير، لأنه زي ما حكينا الصوم صوم وصلاة وصدقة، فبنساعد الآخرين أيضا إذا احنا بمقدورنا، خاصة هلأ عم نحضر للفصح وعم بيحضروا الناس للبيض الملون والكعك والمعمول وزينة الفصح المعروفة هاي. طبعا نحن بدنا نفرح بالفصح، ومش غلط يعني، احنا بنحكي هذا الحكي انه نفرح بمباهج العيد ونظهر على أنفسنا بلباسنا، حتى لو كانت الكنائس مسكرة ومش فيها صلوات، لكن أيضا زي ما تعودنا بالعيد بأنه كيف نمارس شعائرنا في العيد، وقت الشعنينة مثلا نشتري الشمعة المزينة ونعمل الشعنينة في بيوتنا ونزين بيوتنا بالشعنين، منزين مداخلها بالشعانين بالفرح. بوقت الفصح منزين بيوتنا بمباهج الفرح بالعيد، لناس تظهر علينا مباهج الفرح، لأنه ربنا قال افرحوا. فنحن ديننا فرح، رسالتنا فرح، الإنجيل البشرة السارة فرح. فنحن بنحب تزوروا صفحتنا على فيسبوك، لأنه احنا مستمرين مثل ما خبرناكم في بازار الرحمة، وعاملين في ستات في البازار طلبوا منا انه نروج لهم منتجاتهم على برنامجنا، فلدعمهم للي بحب انه يشتري كعك ومعمول وبيض ملون والشوكولاتة اللي مزينة بطريقة كتير مبهرة. انا بعرفش الشباب اذا بتقدروا تحطوا الفيديو تبع السلة ومحتوياتها على الصفحة، بحب انه تشوفوها بالاول وبعدين نحكي عنها. فجاهزين شباب؟ يلا. طبعا احنا حطينا هذا الفيديو، احنا حطينا هذا الفيديو هيك نعطي فكرة عن شغل الستات
اللي عملوه وطبعا عملوا هذه السلة خصوصي لنورسات بصراحة، لبازار الرحمة، يعني مش موجودة وين ما كان بس عن طريق بازار الرحمة. سلة محتوية بكل ضيافة تاعت العيد، الشوكولاتة المزينة بأشكال، إذا بتشوفوا على الوجه كانت الشوكولات مزينة بأشكال البيض والعصافير والأرانب، كل هذا على فكرة بتاكل، يعني كلياتها القطاع تؤكل، وأيضا البيض الملون والكعك والمعمول في السلة، وجاهز السلة للضيافة، يعني بتحطها وبتضيفها زي ما حكى أبونا قبل شوي، بقول بس ناقصنا الضيوف، فمنقول إنه مش موجود ممكن بفترة كورونا ضيوف، لكن من أهل البيت شارين شارين أو عاملين عاملين أو حابين تعملوا دعم لهالعائلات، فعلا العائلات بحاجة للدعم. أنا أول واحد بدي أحجز، أه لا أحجز للبيت، هاي أول زبون. أول زبون نتمنى على الجميع. طبعا بتحبوا تسألوا عن سعرها، موجود على صفحتنا على بازار الرحمة، أشكال وسلال بأحجام مختلفة، ف بتمنى انه يلاقي هذا الشيء تجاوب من عندكم لدعم هذه الاسر المحتاجه، منهم عراقيين منهم سوريين، وايضا في رهبانيات كمان، في راهبات السلزيان وراهبات الفرنسيسكان ايضا مشاركين في هذا البازار، وايضا في اشخاص كمان عم بيعملوا اشغال يدويه مثل تطريز مثل الشعانين، تنسيقات الشعانين كتير حلوة المرة هذه، عم بشوف في أفكار جدا جميلة إنه عاملينها من الكروشيه اللي هو السنارة، شغل السنارة، فإن شاء الله لقدام بتشوفوهم كمان ممكن نعمل فيديو تاني لمنتجاتهم. أعمال الرحمة كتيرة عن طريق بازار الرحمة أو عن طريق إنكم تساعدوا مباشرة عائلات فقيرة، عن طريق أي تقدمة بتقدموها للكنيسة عبر أنكم تعطوا لفلس الفقير بصندوق الفقير بالكنائس أو عن طريق الكهنة، أنتوا بتشوفوا الطريقة المناسبة لكم لأنكم تساعدوا الآخرين. بس ما تخلوا صيامكم راح بس أنه ما أكلتوا ولا شربتوا، خلوا صيامكم أنه اللي وفرتوا خلال هذا الشهر أنه طلعوا من عندكم، كأنه ما تخلوه، لأنه بعتقد أنه مش مبارك هذا الشيء اللي وفرت هذا الشهر أكل لحمة وجاج وكذا، هي مش موضوع توفير، موضوع أنه هذا اللي وفرته من حق الفقير. فإحنا ما بنحب هلا نطول على هذا الموضوع، لكن عم بالنهاية نحن بدنا نيجي لنهاية حلقتنا، وأيضا نوجز كيف أطلب الملكوت، كيف أنا بقدر أنه أهيئ نفسي لعيد الفصح أني أدخل لمجد ربنا معاه، فهذا هو السؤال. فهل أنت مستعد يا إنسان يا صائم، هل أنت مستعد لدخول مجد ربنا والملكوت السماوي؟ هل أنت حضرت نفسك؟ هل أنت حضرت عائلتك أسرتك أولادك؟ ما تقولي مش فاضي وعندك كمان أطفال بدك تعودهم، لأنه هذه ثقافة، ثقافتنا نحن بعائلاتنا المسيحية لازم تزرعها بأولادك، لازم تبعتهم على الصلاة. طبعا أنا بحكي بعد جائحة كورونا، عارفين إحنا في كورونا هلا، لكن إحنا بدنا نغير من منهاج حياتنا، من ثقافتنا اليومية الأسرية، كيف نعيش الملكوت، كيف نعيش مع الله، كيف نخلي الله معنا في كل حين، وجعلت الرب أمامي في كل حين. نعم صحيح. لأنه نعم صحيح. عن يميني فلا أتزعزع، هذا هو الإرث يا أب ويا أم مسيحيين، أنتوا هذا هو الإرث اللي بدكم تورثوه لأولادكم. المصاري بتروح والمال بيروح والجاه بيروح والأراضي بتروح والورثة كلها بتروح، لكن ربنا هو إذا أنتوا بتورث هذا الشيء لأولادك، يخلوا ربنا دايما بين عينيهم بحياتهم، هذا هو الإرث. على القليل اللي بتروح أنت من هالدنيا وما بتخاف عليهم، لأنه هن في رعاية ربنا الأزلي. نعم صحيح. الخلاص دكتورة بيحتاج منا توبة مستمرة، يعني أي أن التوبة ليست عمل يقوم في الإنسان لمرة واحدة، التوبة هي مسيرة
مستمرة في حياة الإنسان. كل يوم بده قبل ما ينام يفحص ضميره ويشوف حاله، هو هل أنا اليوم ماشي في مشروع الخلاص؟ أنا طلبت يسوع المسيح يكون مخلص لحياتي، ووافقوا عني الأشابين بالعمادي أني أنا أكفر بالشيطان، وبس صرت يافع وناضج مشيت في هذا الإيمان، وبصلي وبتناول وبعترف ومواظب على الكنيسة. ولكن نحتاج في مسيرة يومية، يعني قبل ما يغمض عيون الواحد لازم يفحص ضميره. وفي الكتاب الترانيم بالطقس اللاتيني في أول كم من صفحة، هذا الكتاب موجود في كل الكنائس، في فحص خطوات، فحص الضمير. أحيانا الواحد بيخطي وما بينتبه لحاله، وللأسف بقول مجددا للأسف أنه كثير بسمع بكرسي الاعتراف، أبونا أنا ما علي خطايا بس حاب قبل ما أتناول أريح ضميري. كيف يعني ما عليك خطايا؟ كان يعني أنه ما خلفت الوصايا العشرة، يعني لا زنيت ولا قتلت ولا سرقة، يعني هيك أنت ما عليك خطايا. ما هو أحيانا في خطايا عرضية ما بننتبه إلها في حياتنا، فخلينا نحاول نتذكر اليوم مع مين، بس مجرد يوم واحد، ما بدنا نرجع ثلاث أيام، بس اليوم واحد أنت ما عملت فيه ولا خطية. طب خلينا نفحص ضميرنا. اشتهيت في شهوة بالفكر؟ بس يعني راحت تمام. طب هاي خطية بالفكر، يعني احنا لما بنعطي الحل بنقول المغفرة بالقول او بالفعل، عن معرفة او عن جهل. يعني كمان مرات بنخطئ عن جهل، يعني بيكون يا ما بنشوف اشخاص بحياتنا خصوصا من اهالينا، يعني بيجي يكحلها بروح بعور، بيجي بيحاول احنا نصلح كذا ونقرب بنخربها، بس النية كانت طيبة. ولما اثنين بيصير في مشاكل بينهم وبعض، لما انا اكذب واقول انه هو حكى عنك منيح وكله بس عشان انا ايش، يعني بسموها كذب بيضة، مع انه ما في للكذب الوان، الكذب هو تزييف للحقيقة يعني. ولكن على صعيد المشاعر مطلوب كذبك حلو زي ما بيحكوها بالاغاني. يعني مرات الاطراء هو الكذب، بيكون في شكل غير مباشر. يعني اي شخص فينا مهما كان منصبه او مسؤوليته بحب الاطراء في حياته. يعني لما الواحد يعمل عمل حلو وضلك انت، يعني هاي نوع من الحافز والسبورت اللي بي 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 بيعطيك تشجيع مشان انت تنتج اكثر. على مستوى التعليقات اللي على الفيسبوك بتنحط لاي مقال الواحد بكتبها لاي شغله، لما بيشوف عليها مشاهدات كثيره بفرح الواحد. بحكي دائما انا انه شكرا لتعليقاتكم اللي بتخلي الواحد يبدع وينتج جديد، لانه احنا عايشين في مجتمع متكامل مع بعضنا البعض، اللطف وطول الأنات، وهاي هي وقود اللي بتوصلنا اللي هي الشحن تبعنا، طاقة اللي بتوصلنا للفردوس. لا نستطيع أن نصل الفردوس منفردين. بنشوف لما يعني كثير من المعجزات اللي عملها يسوع، امبارح كنا بنقرأ بالإنجيل حتى اليوم بالطقس اللاتيني البركة بيت حسدة. لما قال له يسوع بدك أشفيك إيش بدك، قال إنه ما في حدا يساعدني تأوصل للمي الخلاص. وبنشوف اللي شالوا السقف في المعجزة الثانية، المقعد كيف مخلع، كيف بده يوصل له؟ ما إحنا بنوصل بعضنا البعض. يعني الدكتورة عندها موهبة إعلامية بتقدمها، هذاك عنده موهبة من الله أعطاه أو نعمة الله أعطاه إياها، إنه مثلا في عنده بقدر يدعم بهاي الشغلة. وكلياتنا مع بعضنا البعض، ما في غني وما في فقير في حياة روحية، كلنا أغنياء أخوتي الأحباء. ولكن الغنى مين حكى إنه هو فلوس بالبنك أو هي أراضي وعقارات؟ الغنى أخوتي الأحباء هم الأولاد الصالحين، كمان من أنواع الغنى اللي الله بيعطينا إياها، الصيت، السمعة، الحضور الحلو، الطلة البهية اللي الواحد دائما متبسم بوجه الناس، كلها رزقة، هاي كلها عطايا من ربنا. ما بنحكي إنه العطية هي بس ناحية الفلوس والأشياء المادية المحسوسة، في غنى من متبادل مع بعضنا البعض. ومن هذا المفهوم فليس هناك فيما بيننا فقير، كل واحد في عنده غنى بشغل ثاني، بس إنه الواحد أنانية الإنسان هي اللي جعلت إنه يصير في فرق بين طبقاتنا مع بعضنا البعض، وخلت في ناس أخذت ثقافة وأخذت علوم أحسن من ناس، وفي ناس توفر لها مدارس أحسن وجامعات أحسن. هي بس أنانية الإنسان إنه ما بده يتشارك مع بعض. فهمناها بالناحية الرأسمالية والمالية والمادية، ولكن ما بنفهمها بحياتنا الروحية، لأنه لا خلاص إلا إحنا مجتمعين. صحيح بحكي القديس نعمت الله الحردين الشاطر اللي بخلص نفسه، أوكي هو موافقة مني من الطلب، ولكن لما أنا بقبلها بدي هذا الفرح، هاي السعادة اللي أنا عايشها لأولادي. لما الواحد بيصلي بالكنيسة وبركع بيغمض عيونه زي ما حكينا قبل شوي، وبيشوف هيك هو مغمض الحمامة الروح القدس هي بترفرف فوق راسه، والسعادة والغبة
الهبطة اللي بيطلع فيها ببسمته للعالم هو مرتاح، بغار انه اولاده انه احفاده انه الناس اللي ما اللي بيحبهم انهم ما يتدوقوا هاي النعم، بخاف عليهم اخوتي الاحباء. بنحزن احنا لما بنشوف اولادنا زي ما تفضلت الدكتور اليوم مشغولين بكل شيء الا بالصلاة، مشغولين بكل شيء الا باللقاء مع ربنا، يعني بدهم الساعة رقم 25 باليوم اللي هي تكون للصلاة اللي هي الساعة المش موجودة بهال 24 ساعة. يعني اللي بينام 8 ساعات لو نام 7 ساعات ونص وخلى نص ساعة الصبح لتأمل فصل من الإنجيل مش راح كثير تأخره عن شغله وعن حياته. لو 5 دقائق هو بس بسوق لما يوصل لشغله يحكي المسبحة بدون ما يمسكها بإيده، بفكره يضل يتأمل في بيت من بيوت المسبحة الوردية أو مسبحة يسوع التأملية. يعني في أشياء كثيرة في حياتنا دكتورة بدنا على كل إن أبونا، يعني دائما أنا بقول إنه تقصير الأولاد أو الشباب اللي وصلوا بعمر 20 و 21 ولا 25، تقصير الشباب اللي عمره 18 حتى بفترة المراهقة اللي مش موظبين على الصلاة ولا إنه ربنا مخدينه معاهم في حياتهم كحضور وجود الله بحياتهم، أنا بعتبر إنه هذا تقصير العائلة والمدرسة. زي ما حكيت لك أبونا، العائلة أساس هاي الثقافة، والمدرسة هي بتكمل كمان رسالة العائلة، يعني المدرسة العائلة والمدرسة وأيضا المجتمع هو يعني مترابطين مع بعض يكملوا هذه الحلقة، عشان الإنسان زي ما بقولوا الناضج يعرف الله يرافقه ربنا بحياته، لازم يعرفه من هو صغير. فعشان هيك نحن بنطلب الملكوت السماوي. إذا الله ما كانش بحياتنا على الأرض فكيف رح نكون معه بالسماء؟ صحيح. يعني فخلي ربنا معكم على الأرض عشان تكونوا معه في السماء، هذه هو رسالتنا هذا اليوم. إذا ما كان الله بحياتكم على الأرض ما رح تشوفوه بالسماء، فاللي بده يشوف الله بالسماء ويكسب الفردوس بده يعرف كيف يشوف الله على الأرض. وجعلت الرب أمامي في كل حين، لأن الرب على يميني فلا أتزعزع. نعم، لأنه ربنا معانا ما منخاف ولا نخاف حتى لو تعرضنا لضيقات، مدام هو معي رح يعزيني وما رح يفشلني. فنحن منحيي كل الأشخاص اللي كانوا معانا على البث، وأيضا اللي رفعونا على البث المباشر، واللي كتبوا لنا صباحات صباحكم نور، ونتمنى أنه نكون وصلنا الرسالة لهذا الصباح، وصلنا محبتنا أنا وأبونا جورج شرايحة لإلكم، واللي دائما نحن بشغف واشتياق لإلكم كل أسبوع نلقاكم. فكونوا معنا دائما كل نهار ثلاثة على تلفزيون نورسات وتيت التلي لوميير، وأيضا على صفحتنا على فيسبوك. فمنحييكم منقولكم صباحكم نور، ونعطي البركة أبونا. نعم. وننطلق بسلام المسيح. أجدد ما بلشت فيه دكتورة، أجدد التهنئة لأصدقائي المسلمين في كل العالم، رمضان كريم يا جماعة. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم، اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. شكرا وإلى اللقاء. تريح قلبك ترجع الدنيا بتضحك لك نور ساتي ليه.